بتاعك ما انت جاي ليه؟ جاي ليه؟ طيب قول لي هتكلمني انا جاي ليه؟ انا كان في مشكله عندنا وانا كنت واقف في الشارع اللي في المشكله، ففي كابتن فتشني ما لقاش معايا حاجه، ففتش كل اللي واقفين تمام؟ فتشني ما فيش حاجه خلاص، ما فتشك ما لقاش حاجه، سابني وقمت واقف بره على باب واقف على جنب. واحد تاني اسمه الخواجه ساعتك شغال معاه مستاجر، وساعتك في المشاجرات ونزاعات الاراضي وفي الكلام ده. رحنا كان الخواجه ده لسه طالع ومسكنا الولد في المكتب والحاجه اللي موجوده في الشنطه زي ما كده. ماشي خلاص بس صور اللي ورا ماشي. الحاجات دي جايبها من ايه؟ صراحة قدام ايه تحت؟ موريه فين بقى؟ وديها فين؟ حرف الزد ده وديها فين؟